ناصر برنس فاتح بقالي 20 سنة مثلا. ده واحد كتب على الفيسبوك اللي هو مثلا بيعمل حمير وتشمع المحل. وطبعا الكلام ده لا يصدق، والحمد لله رب العالمين يعني فضل ربنا الزبائن واخده الثقه فيا حلو قوي. ليه؟ انا شغلي زمان كنت في باترينا ببيع كبده بلدي. يعني ايه كبده بلدي؟ كنت احب شغلي وربنا كرمه وفتح عليا، بقيت احب اجيب اللحمه البلدي، الكبده، السمنه البلدي، الحاجه النظيفه، الرز النظيف، الشعريه النظيفه. وموضوع سيبك من الخامات، الخامات دي كلها المكس، يعني انت الزحمه نفسها ما بتجيلك زحمه وبتاع مش عارف ايه، وبتعمل حاجه نظيفه هي دي بتكسبك مش الخامه. لو انت الخام وما عندكش شغل وجبت خامه نظيفه هتخسر، بس لما يكون عندك خام وعندك زحمه تكسب. بص يا باشا ده المطبخ، يعني بص في المطبخ بقى هوريك بقى العوامل البلد دي. المظاهره ان انت تقول لي الاكل حلو ما بيجيش بيخاف بيه، انا بقول لك ده كان هنا في البيت. الكبده البلدي دي، الكبده البلدي بص كده هنا دي بلدي، دي يعني بقول اللي هي الاصل لسه الحلويات طازه فريش، واخد بالك؟ فالحاجه يعني المكسب ما بيجيش بالخامه، بيجي من الزحمه. بس مش بفضل ربنا وصحبه. بص يا باشا دي العكاوي الفريش بتاعت العجول، مش عكاوية حمار مثلا. الاكواد بتاعت العجل البلدي، يعني دي بتاعت العجل البلدي، دي اللحمه اللي هي اللحمه اللي الناس بتقول لحمه حمير. في زبون قال لي بقى ايه؟ لو لحمه الحمير طعمها حلو قوي كده، لحمه الحمير طعمها حلو قوي كده كنت اكلت حمير من زمان. اتفضل دي بقى بص، دي اللحمه اللي هي بتاعت الامريات. بتاعت ايه؟ الامريه. هي دي هي دي. وانا بس ختم فيها حته ختم هنا عشان يعرفوا ان هي بلدي، انا ختم بسيبه عشان اعملها وسيبتي عشان الزحمه. ثلاجه ايه مثلا؟ بص عامله زي ثلاجه ماما في البيت بس على كبير شويه. جبنه البابا غنوج المشكل، دي اللحمه بقى اللي هي البلدي، اللحمه البلدي اللي هي بتاعت العجل البلدي، مختومه بالبص بمذبح مصر، العلامه السريه مذبح مصر، محافظه القاهره والبقري الصغير، العلامه البكره كلها اريا مذبح مصر. فخده جميله قوي.